الفيلم الأردني فرحة قدر يتخطى كل العقبات ويوصل القضية الفلسطينية بأسلوب جديد رغم كل الهجوم اللي تعرض له من قبل الجهات في الاحتلال الإسرائيلي. اليوم معنا مخرجة فيلم فرحة دارين سلام لتحكي لنا أكثر عن تجربتها في سردية قصة معاناة طفلة فلسطينية. دارين، شو كان مصدر إلهامك لما قمتي بصناعة الفيلم؟ القصة هي قصة سمعتها أنا وصغيرة من أمي عن شخصية حقيقية أمي قابلتها لما كانت طفلة، فبقيت معي القصة. فكرة أنه بنت انحبست بغرفة يعني خوفاً عليها من أبوها، خوفاً عليها بسبب الأحداث اللي كانت عم تصير وقت النكبة، وأنه هاي البنت نجيت ومشيت وصلت لسوريا. كان كتير مثير للاهتمام، وحسيت مع هاي البنت وتخيلت خوفها ومشاعرها جوا هاي الغرفة. ومن خوفي أنا كمان من الأماكن المغلقة يعني ارتبطت نوعاً ما بهي الشخصية وبقيت معي لما كبرت. لما بقيت افكر فيها لقيت نفسي عم بكتب النص من غير اي نية. لقيت حالي افرتلس، هيك كان الموضوع اني عم بكتب النص. لماذا تم تسمية الفيلم بفرحة؟ لانه الفرحة صراحة وفي تناقض بالقصة والرحلة اللي بتمر فيها فرحة والاسم. التناقض هو هذا اللي حبيته، لانه كنت دائما اشعر انه هي فرحة اللي انسرقت من الفلسطينيين. البعض من الاحتلال الإسرائيلي وصف الفيلم بأنه معادي للسامية، ما رأيك بهذا الوصف؟ إحنا كعرب إحنا شعب سامي، فبالنسبة لي هاي كذبة وأسلوب مبتذل جداً بيستخدمه الاحتلال عشان يخوف أو يعني يخلق ترهيب عنا، وكمان لتكميم أفواه الناس عشان صوتنا ما يوصل للغرب، لأنه الغرب على فكرة ما بيعرفوا. لما احكي مع اشخاص من برا ما بيعرفوا انه احنا شعب سامي او احنا ساميين كعرب. الفيلم بالاخر الحمد لله وصل للعالم كله بغض النظر، لانه هي هاي الكذبه او هاي حجه الضعفاء، مش عارفين كيف يمنعونا نحكي إشي عكس السر تاعهم. هل الفيلم لا يزال يتعرض الى حمله تحريض من قبل الاحتلال؟ هلأ بعد ردة الفعل اللي ما توقعوها الحمد لله كانت بصراحتنا، الناس انتبهوا على الفيلم وصاروا عم بدعموه وصاروا فاهمين انه هذا الفيلم كتير مهم، صحيح، عشان هيك عم بيتهاجم. فأظن لما حسوا هيك صاروا عم بيشتغلوا من تحت لتحت، يعني في كل فترة منلاقي عم بيحاول، في محاولات لأنه ينزل الريتنج تاع الفيلم على IMDb، بس بالآخر يعني احنا منتبهين، بس صاروا أوعى كيف يتعاملوا من غير ما يلفتوا انتباه. شو الجوائز التي حاز عليها فيلم فرحة؟ الفيلم الحمد لله حاز على عدة جوائز، أكثر من 12 جائزة، منهم أفضل فيلم روائي طويل، أفضل فيلم أوري متوسطي، أفضل إخراج، أفضل تمثيل. في كمان من أهم الجوائز اللي حصلنا عليها هي الأوسكار الآسيوي يعتبر، اللي هي جائزة الأبسا بأستراليا. هاي كانت جائزة كتير، كانت فوز تاريخي للأردن ولإلي كمخرجة. دارين، ممكن تحكي لنا عن التنوع في الشخصيات في فيلم فرحة؟ كمخرجة هي زي لوحة، وبحب أني أنوع وأختار ألوان مختلفة بهاي اللوحة وأشكل. فمثال عندنا مثلاً شخصية الأب المختار، فرحة البنت القروية فريدة من المدينة، اللي هي شكلها وحتى ألوانها وهيك وطريقة حكيها ولبسها مختلف، حتى على مستوى مثلاً بجنود الهاجنة كان مهم لإلي كيف يكونوا مختلفين الكوماندر وكيف شكله وكيف، لأنهم كانوا أصلاً يختاروا عشوائياً، هو انبنى هذا الإشي عشوائي الاحتلال، فالهاجنة كانوا يجيبوهم هيك من أماكن يعني بجمعوهم وبيحطوهم إنه روحوا. فمن الشخصيات مثلاً كانت حتى الجندي الصغير اللي الكوماندر أو الرئيس تاعه بيقول له ما ضيع رصاصة على الطفل، فهذا بيورجي قديش من كان هذا الإشي متداول. هاي جملة انحكت فعليا بالتاريخ بفلسطين وقت النكبة، كانوا يحكوا ما تضيع رصاصة عليه، وهذا كان مفهوم معناها رح أفعص جمجمة الطفل بالبصار تاعي. فورجيت هاي الشخصية كمان مهم لإلي كان، اللي حتى ما قدر يقتل الطفل خوفا على نفسه يعني، وترك الطفل يموت موت بطيء. وكان مهم أترك الطفل كمان عايش، عشان كبناء درامي كان مهم إلي أتركه لبعدين أوفره، لأنه بدي إياه موت الطفل هاد يعني موت طفولة فرحة. لو بتلاحظي بالمشهد اللي بيموت فيه الطفل
ببطل يطلع له صوت. اللقطة اللي بعدها على طول فرحة بتبلغ أو بتيجي لها الدورة الشهرية. فبالنسبة لي هو هذا الموت، هذا الطفل محمد هو موت طفولة فرحة. ومن الشخصيات الثانية اللي كانت موجودة كمان كتنوع هو شخصية كيس الخيش أو الخال اللي بيكون لابس كيس الخيش، لأنه في ناس كانوا يسألوني هو الخال ولا الأب، في ناس لخبطوا، فقلت بستغل الفرصة بحكي لأنه الخال كمان أو كيس الخيش من الشخصيات اللي لما كنت ألف، وبتعرف إحنا بشغلنا بنلف مهرجانات وكتير الغرب كان يحكوا لما أنتوا بعتوا الفلسطينيين باعوا، وهي في شخصية كيس الخيش اللي موجودة بكل أفلام السينما، وكنت دائما أرد إنه لا هاي يمكن شخصية أو بس حتى هدول كانوا مجبرين المتعاونين ماسكين عليهم إشي وما كانوا جزء من القتل.